فيلمنا بيبدأ مع مصمم سيارات مشهور وهو بيتكلم عن أحدث عربية صممها واللي تعتبر أأمن سيارة موجودة على وجه الأرض، وبيعلن المصمم عن سيارة اسمها مونوليث وبيقول إن من مميزاتها إنها أكتر سيارة بتحافظ على البيئة ومدرعة غير قابلة للتخريب لأنها مصنوعة من أقوى الخامات مضادة للمية، فيها 25 حالة من أجهزة الاستشعار المضادة للخطر مع وضعية الحصن اللي بمجرد ما بتتفعل هيبقى مستحيل فتحها بأي شكل وبتكون محصنة بشكل كامل، ده غير إنها مزودة بنظام ذكاء اصطناعي زي سيري اللي في الآيفون واسم النظام ده هو ليليث، وكل المميزات دي وأكتر بتخلي المونوليث هي أكتر عربية آمنة في العالم وغير قابلة للسرقة أو السطو أو الاقتحام. وبنروح بعدها لساندرا واللي جوزها كارل اشترى عربية المونوليث وسابها لها تسوقها في سفرها، وبتكون لسه أول تعامل ليها مع نظام ليليث، وبيبقى مع ساندرا ابنها الصغير ديف، وبتتكلم ساندرا مع ليليث واللي بتقدر تفهم ان في طفل في العربيه مع ساندرا بسبب الذكاء الاصطناعي لانها وزنت حجم ساندرا اللي قاعده في كرسي السواق، وبعدها وزنت الكنبه الخلفيه ولقيت ان الوزن خفيف وقدرت تفهم ان اللي قاعد ورا طفل وبتتعرف عليه وبتعرف ان اسمه ديف كمان. وبتسالها ساندرا لو كانت تقدر انها توريها الاوزان اللي ركبوا في العربيه قبل كده، فبتلاقي في وزن غريب ركب العربيه مع كارل جوزها وبتبدا تشك فيه، وبيجي لها مكالمه فيديو كل من جوزها وبترد عليه عشان يسلم على ابنه ديف، وبيقول لها انه نزل برنامج ليليث على الموبايل بتاعها عشان تتحكم في العربيه بتاعتها عن بعد من خلال موبايلها بس، ولازم تخلي بالها من استخدام ديف لموبايلها، وبتسمع عنده صوت طياره وبتفهم انه قاعد في فندق المطار، وبتقوله انها رايحه بيت اهلها عشان تقعد عندهم شويه لانه دايما مسافر بحكم شغله، وبعد ما بتقفل معاه بتنزل لاقرب بنزينه عشان تجيب حاجات تاكلها هي وديف وبتاخده معاها وبتديله البخاخه بتاعته عشان ما يتعبش، وبعدها بتحاسب على الحاجات اللي جابتها وبتشوف قدامها كرتون شغال عن ثعلب بيرمي خزنه من فوق الجبل عشان يدمرها وياخد الالماس اللي جواها، وبتلاقي واحد واقف وراها بيشبه عليها وبيقول لها انها كانت غنية راب مشهورة واعتزلت وانه كان من معجبيها وبيعزمها على حفلة معاه هو واصحابه لو تقدر تيجي معاهم، لكنها بترفض بسبب ان ابنها معاها ولسه قدامها طريق سفر، وبترجع تدور على ديف ابنها وما بتلاقيهوش وبتفضل تصرخ وبتناديله لحد ما بتلاقيه قاعد مع بنات بيلعبوا معاه وبتجري عليه وهي مرعوبة وبتزعق لهم انهم سمعوها وهي بتدور عليه ومفكروش ينادولها، فبيتخانقوا معاها لانها المفروض تشكرهم مش تتخانق معاهم، وبيقولوا لها انها ام مهملة فاشلة، وبتروح لعربيتها وبتقعد ديف في الكرسي بتاعه وبتربطه بحزام الامان، وبتلاقي ان اصحاب البنات جايين يتخانقوا معاها فبتسيبهم وبتمشي بعربيتها وبتشغل اغنيتها اللي كانت مسجلاها ساعه ما كانت مغنيه مشهوره، لحد ما بتتصل بصاحبتها جيسا اللي كانت عامله معاها فرقه غنائيه وبيفضلوا يتكلموا عن ماضيهم والفرقه بتاعتهم، لحد ما بتسمع صوت طياره عندها وبتفهم ان جيسا موجوده في نفس فندق كارل وبتبدا تشك في جيسا نفسها، لحد ما جيسا بتقول لها ان مش هي اللي كارل بيخونها معاها وبتقفل معاها المكالمه، وبتكون ساندرا وصلت لبيت اهلها لكنها بتقرر انها تطلع على المكان اللي كارل فيه من غير ما تقول لحد، وبتبدا رحله جديده لوس انجلوس مكان كارل، لكن ليليث بتبلغها ان في حادثه في طريقها وده هياخرها، فبتامرها ساندرا انها تدور على طريق جديد عشان ما تتاخرش، وبتاخد طريق جانبي شبه مهجور وبيدخل عليها الليل وبتشوف قدامها شبكه كهرباء لكنها بتكون فاضيه ما فيهاش حد، وبتولع السيجاره عشان تشربها، لكن ليليث بتترجم الدخان انها حريق في العربيه وبتوقف العربيه على جنب وبتطالب ساندرا انها تنزل من العربيه فورا، لكن ساندرا بتامرها انها تقفل صفاره الانذار، فبتعرض عليها ليليث انها تتحكم بشكل يدوي في العربيه عشان تقفل الصفاره، وبتوافق ساندرا عشان تكمل تحرك بالعربيه وهي بتشرب سيجاره، بس ديف بيفضل يكح فبتضطر انها ترمي السيجاره وبتبص له عشان تطمن عليه، بس في نفس الوقت بيكون في غزال عدى من قدام العربيه وبتدوس عليه وبتوقف العربيه فورا، وبتدي ديف البخاخه بتاعته وبتدور له على موبايلها عشان يلعب اللعبه بتاعته لحد ما تنزل تطمن على العربيه، وما بتاخدش بالها ان الموبايل طلع من اللعبه وبقى ابنها متحكم في الموبايل كله بما فيه برنامج ليليث المتحكم في العربيه، وبتنزل ساندرا من العربيه عشان تشوف الغزال اللي هي دست عليه، وبيفتح ديف برنامج ليليث وبيبقى هو الوحيد المتحكم في العربيه من خلال البرنامج لان ساندرا لغت تحكم نظام ليليث الالكتروني، وبيشغل ديف نظام الحصن في العربيه واللي بيحصن العربيه وبيقفل شبابيكها تماما، وبيفضل محبوس ديف جوه العربيه وساندرا بره، وبتجري على ابنها وبتحاول تخليه يلغي اللي عمله في العربيه، وبتفضل تقوله ازاي يدوس على الموبايل وهو مش فاهم، لحد ما في مره بيرمي الموبايل غصب عنه وبيقع الموبايل في دواسه العربيه، فبيضيع امل ان ديف يلغي خاصيه الحصن بتاعه العربيه، وما بيكونش قدام ساندرا اي تصرف تقدر تعمله، وبتحاول ساندرا انها تتكلم مع ليليث باي شكل، بس ليليث ما بتردش عليها لان ساندرا لغت تفعيلها قبل ما تنزل بسبب سيجاره، وبتفكر انها تجيب صخر عشان تكسر بيه ازاز العربيه، بس انذار العربيه بيشتغل والصوت بيضايق ديف وبيفضل يعيط لوحده، فبتبطل محاوله لان الازاز مصفح ومش هيتكسر بسهوله، وبتقرر انها ترجع لمحطه الكهرباء اللي عدت عليها يمكن تلاقي حد يساعدها، لكنها بمجرد ما بتبعد عن ديف بيعيط لانه عايز يفضل شايفها قدامه، فبترجع له تاني وبتستخبى وتطلع له فجاه كانها بتلعبه، وبتكرر الحركه اكتر من مره وبتبعد عنه من غير ما يعيط لانه بيكون مستنيها تخضه تاني، وبتوصل ساندرا لمحطه الكهرباء وبتلاقيها مهجوره ومفيش
مفيش حد فيها، بس بتلاقي تليفون فيها بيتصل بخدمة العملاء الخاصة بشركة الكهرباء وبتحاول تتواصل مع اي حد، لكن بتلاقي رسالة مسجلة بتبلغها ان كل الموظفين اجازة لحد يوم الثلاث بسبب عيد الاستقلال ومفيش اي حد هيرد عليها، وبتبدأ تدور حواليها على اي حاجة تساعدها، وبتلاقي كشاف قدامها فبتاخده عشان ينور لها في الضلمة، ومفتاح حديد يمكن تقدر تكسر بيه العربية وبترجع لديف من تاني، لكن خلال طريقها بتحس بحركة حواليها فبتجري على العربية وبتطلع فوق السقف وبتفضل مراقبة مصدر الصوت لحد ما كلب بيهجم عليها وبيحاول انه يقضها، بس بتضربه بالمفتاح الحديد وبتخليه يهرب بعيد عن العربية، وبعدها بتقول لابنها انه يتنفس بهدوء وينام لتاني يوم، وبتفضل تفكر ازاي هتنقذ ابنها، وبتشوف طيارة قدامها قريبة من الارض، وبتفتكر ان في مطار قريب منها وانها ممكن تتحرك عليه تاني يوم، وبتنام على العربية لحد ما الشمس بتطلع وبيكون الجو حر جدا، فبتروح تصحي ابنها وبتحاول تخليه انه يقلع البدلة اللي لابسها عشان ما يتحرش ويتعب زيادة، بس ما بينفعش، وبتحاول انها تغطي فتحة سقف العربية بهدومها عشان الشمس ما تجيش على ديف، وبتتحرك على المطار اللي فاكراه قريب منها، وبتفضل ماشية مدة طويلة لحد ما بتلاقي مجرى مية قدامها، فبتجري عليه عشان تشرب منه، لكن بيكون طعم المية غير صحي ومش قادرة انها تبلعه حتى، وبتوصل للمطار اللي بتدور عليه وبتلاقيه مكان مهجور ما فيهوش حد وطيارة متدمرة قدامها، فبتطلع الطيارة وبتدور فيها على اي راديو او حاجة تساعدها في فتح العربية، وبتروح على مطبخ الطيارة عشان تشوف لو في اي مية تشربها، فبتلاقي ازازة كبيرة فاضية وعينات ويسكي بسيطة، فبتقرر انها تولع في الكاوتش اللي قدامها يمكن الدخان يلفت انتباه اي حد من المنطقة، وبتتحرك على مجرى المية وبتحاول تملاها، وبترجع على العربية لكنها بتلاقي ان الهدوم اللي كانت حاطاها على العربية طارت، وبتفهم ان الشمس نازلة على ابنها، فبتجري عليه وبتلاقي ان ابنها وشه حمر جدا ونايم، وبتطلق المية اللي معاها على العربية عشان تقلل سخونيتها شوية، وبالتالي ترطب على ابنها اللي جوه العربية، وبتحاول انها تخلي العربية تتجاوب مع الدخان، فبتولع قدام العربية حريقة بسيطة عشان الدخان يدخل جوه العربية وتفتح شبابيكها، لكن بتلاقي ان العربية ترجمت ان الحريق من بره، فبتتقفل المروحة اللي بترطب على ديف عشان الدخان ما يدخلش عليه، وده بيخلي الوضع اسوأ كمان، فبترمي ساندرا مية على النار عشان تطفيها، وبتكون الحرارة في زيادة جوه العربية، وبتحاول انها تكسر العربية بأي شكل بالمفتاح الحديد اللي معاها، بس العربية بتكون مصفحة ومفيش أي أمل انها تكسرها، لحد ما بيغمى عليها من التعب، وبتحلم ان ابنها مات وجت مكان العربية بعد ما قدرت انها تحركها ايا كانت الطريقة، وبيكون كارل معاها وبيفضل يلومها ان هي اللي قتلت ابنها بسبب سيجارة، وانها لو ما كانتش شربت السيجارة دي كان ابنها هيفضل عايش، ولكن بسبب انانيتها خسرت ابنها للابد، وبتفضل تعيط لحد ما بتصحى من النوم وبتعرف انه عبارة عن حلم، وبتقوم تجري على ابنها عشان تتأكد انه في العربية لسه، وبيكون نايم قدامها ومش سامع صوتها، وبتفتكره ميت زي ما شافت في الحلم، لحد ما بتلاقي صوابعه بتتحرك، فبتفرح انه لسه عايش وان في امل في انقاذه، وبتقرر انها ما تستسلمش ابدا، وبتلاقي كلب واقف قدامها وبيحاول انه يهجم عليها لانه مشدود لريحه الدم اللي طالعه من الغزال، فبتنزل ساندرا تحت العربيه وبتزق الغزال من تحت عشان الكلب يتلهي فيه، لكنها بتكتشف ان الغزال هو اللي كان منع العربيه من الحركه، واول ما الغزال بيتحرك من تحت العربيه بتتحرك بظهرها ناحيه حرف الطريق اللي هي فيه، وبتحاول تمنعها من الحركه لكن من غير فايده، لحد ما بيكون في صخره في الارض بتمنع العربيه من الحركه، وبتقف العربيه مكانها، وساعتها بتفقد الامل باي طريقه انها تفتح العربيه، وبتفضل تفكر في اللي ممكن تعمله عشان تنقذ ابنها قبل ما يموت جوه العربيه، وبتقف على حرف الجبل وبتفتكر الكرتون اللي شافته ان الخزنه نفسها ممكن تتدمر لو وقعت من على الجبل، وساعتها بتضطر انها تساعد فوق العربيه من على الجبل، وبتجري على المفتاح الحديد اللي قدام الكلب وبتروح تاخده، وقبل ما الكلب يهجم عليها بتفضل تصرخ فيه لحد ما بيمشي من قدامها، وبتروح بالمفتاح تدمر الصخره اللي تحت العربيه، وبتخليها تتحرك ناحيه حرف الجبل، وبتفضل باصه لابنها كانها بتودعه، وبتتمنى ان العربيه تكون محصنه زي ما اتقال، وان ابنها محمي كويس جواها لانه ممسوك بحزام الامان وكرسي الاطفال اللي متثبت كويس جدا في الكنبه، وبسبب سقوط العربيه في الهواء بتتفتح وبتتفعل خاصيه توازن العربيه واللي بتهدف انها تتحكم في سرعه العربيه وتعيد توازنها عشان تقع على عجلها، وبتجري ساندرا على العربيه عشان تطمن على ابنها، وبتقع من على حرف الجبل وبتتصف رجليها لحد ما بتوصل للعربيه وبتمد ايدها على الباب وبيتفتح معاها، وبتخرج ابنها فورا من مكانه وبتقلعها هدومه وبتفضل قاعده بيه في الظل، وبتلاقي ان ابنها بيتنفس ولسه عايش، وبتكون العربيه بتعمل لها اعاده تشغيل للانظمه من جديد، وبتركب عربيتها فورا وبتتحرك على اقرب طريق ليها، بس ليليث ما بتكونش قاريه اي طريق حواليها ما عدا جبل مرتفع قدامها واللي على قمته الطريق اللي كانت العربيه عليها، فبتفعل ساندرا وضع التضاريس وبتبدا انها تطلع على الجبل وبتتجنب اي تصادم يحصل لها لحد ما بترجع بنجاح للطريق بتاعها وتكمل طريقها لاقرب مستشفى في المكان، وبيتم نقل ديف وساندرا للطوارئ فورا وبيتم انقاذ حياه ديف، وبتفضل ساندرا تعيط وهي شايفه ابنها فاتح عينه جنبها وبيتنفس بشكل طبيعي، واخيرا بتنجح ساندرا انها تنقذ ابنها اللي كان هيموت بسبب سيجاره وبتقدر انها تنام وترتاح. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.